في هذا الفيديو راح نحل بعض الاكسرسايزز بكتاب الدوري بدرس الميد بوينت ثيوريم. عندي الاكسرسايز 4 بيج 108. الجيفن هو انه انا عندي تريانجل اف او اي، عندي البي هي ميد بوينت للاف او، السي هي ميد بوينت للاف اي، كمان عندي الاي هي ميد بوينت للبي او، والار هي ميد بوينت للبي اي. مطلوب انه برهن انه ال PARC هو parallelogram. طيب انا بعرف انه عندي عدة طرق، مثلا من السايدز نفسهم في برهن كل اثنين opposite parallel، يعني برهن PC وال AR parallel، وكمان برهن انه ال PA وال RC parallel، كمان عندي انه برهن كل اثنين opposite sides equal، يعني نفس الشيء بس بدل ما برهن parallel برهن equal، انه ال PC equal لل AR وال AP equal لل RC. عندي كمان انه لا باخد بس اثنين opposite sides، يعني يا ال PC وال AR يا اما ال PA وال RC برهنهم parallel و equal بنفس الوقت. فبتطلع انا هون انا عندي ال P هي midpoint لل FO والC هي midpoint لل FI، يعني بالتريانجل FOI شو بيصير ال PC؟ بيساوي ال OI وبيساوي نصه. بيستفيد انا من الشغلتين لانه ال midpoint theorem بتعطيني شغلتين. خليني هلا اكتبوا اتنيناتهم وشوف ممكن انا اتنيناتهم استفيد منهم. طيب هي برهنت انا انه ال PC نص ال OI وبارلل له. طب ما انا كمان في طبق ال midpoint theorem بال POI. طيب عندي ال A midpoint لل PO وال R midpoint لل PI، كمان صارت ال AR parallel لل OI وبتساوي نصه. طيب ال PC وال AR اثنيناتهم طلعوا بيساوي ال OI، بيساوي عفوا نص ال OI وparallel له، يعني شو صاروا ال PC وال AR parallel و equal. فمن هون انا بقدر شو برهن انه ال PA RC parallelogram. طبعا بعد في طرق، يعني في انا مثلا هون انه ال RC برهنة كمان نص ال PF و equal له، وبما انه ال PO بيساوي ال FP وهن على نفس الخط، وال AP هو نص ال FO، كمان انا قادر اقول انه بيساوي نص ال PF، وبيصير انه ال RC وال AP parallel و equal. كمان في برهن انه equal وفي برهن parallel. انا بنقي اي طريقة منهم وبمشي. رح ننقي طبعون ال PC وال AR parallel و equal. شو بكتب هون؟ بقول in triangle، لانه مهم مش بس انه نكون، يعني كتير منلاحظ انه الطالب بيكون فهمان الفكرة بس مش قادر يعبر عنها، وبالتالي بيوقع بمشاكل. لا، لازم نكون حتى طريقة الكتيبة عارفين كيف نكتبها. بيجي بقول انا in triangle FOI، يعني التريانجل الكبير، we have اول شيء P is midpoint of FO، كمان عندي C is midpoint of FI. Then by midpoint theorem we have P C equal OI over 2 and PC parallel لOI. طيب كمان هي ذاتها طبقها بس بأي تريانجل POI. هلا في اكتب by a similar way in triangle POI we can prove AR equal half OI
and AR parallel to OI. ليه؟ لأني أنا برهنت. يعني برهنت هون ففي أنا اكتب by a similar way. By a similar way in triangle POI we prove that AR equal OI over 2 and AR parallel to OI. AR parallel to OI. طيب من هيدي ومن هي يعني من هون ومن هون شو في استنتج؟ يعني then AR equal PC. طبعا لما يكون عندي خطين parallel لخطين بيصيروا parallel لبعض يعني and AR parallel لل PC. parallel equal شو صار؟ صار عندي إياه parallel كام يعني therefore PARC is a parallelogram. طيب هذا بالنسبة لإكسرسايز 4. ننتقل هلا لإكسرسايز 9. عندي أنا هيدي السيركل الراديوس هون عطيني إياه given equal 4 سنتيمتر. طبعا قد ما يعطيني إياه المهم إنه نفس المبدأ. طيب عطيني إنه الـ AB هو diameter وعطيني الـ M هي point على هالسيركل بشرط إنه الـ MAB equal 60 degree. هلا هون يمكن مش مبينة واضحة 60 degree. طيب نحن بدنا ننتبه لشغله، ما في شيء بيعطيني اياه عاده انه مثلا هون 60 دقي الا بده يكون له استخدام، يعني مش هي ذاتها لو كان عاطيني اياها 50 دقي، اكيد ال 60 دقي لها استخدام. شو هو؟ راح نشوف. طيب عم بيقول لي evaluate ON يعني بدي طلع ال ON. طيب هلا انا اذا بدي افكر بالميد بوينت ثيرم والان عاطيني اياها انه هي ميد بوينت للام بي. طيب الاو اكيد ميد بوينت للاي بي لانه دايامتر الاي بي. طيب انا هون اذا طبق الميد بوينت ثيرم طيب عندي الاو ان ايكوال هاف اي ام هيك بدي اوصل. طيب انا الاي ام عاطيني اياها شيء؟ لا. طيب في طلعه بدي افكر. طيب انا للتريانجل او اي ام انا عندي الاو اي والاو ام ايكوال لحد هلا ايسوسيلس، بس ما انا بعرف انه ايسوسيلس بلس 60 ديجري شو بيصير؟ ايكويلاترال. معناتها هيدا التريانجل هو ايكويلاترال، معناتها الاي ام بيساوي الاو اي والاو ام، فمعناتها قد ايه صار الاي ام 4 سنتيمتر، قد ايه بيكون هيدا نصه يعني شو 2 سنتيمتر. فبيجي بكتب هون ان تريانجل أول شيء برهن الـ OAM إنه equilateral. OAM we have OA equal OM equal R بغض النظر قديش الراديوس يعني and OAM equal 60 degree given. طيب شو صار عندي التريانجل؟ equilateral then triangle OAM is equilateral. طيب then AM equal OA أو OM ما بيأثر equal R equal 4 سنتيمتر. طيب هلا بيجي بطبق الميد بوينت ثيرم بالتريانجل الكبير اللي هو ABM. بيجي بقول ان تريانجل ABM
ABM. We have O is midpoint. Of AB. اللي هي قلنا AB diameter. طيب والN is midpoint of BM. كلها طبعا given. فشو صار عندي then by midpoint Theorem, we have ON equal AM over 2. هلا هون ما بتفيدني البارلل لأنه بس قايل لي evaluate ON فما في داعي اكتبها انه ON parallel ل AM. يعني therefore ON equal 4 over 2 equal 2 centimeter. ننتقل هلا لاكسرسايز 10. اكسرسايز 10 عندي هيدا التريانجل الرايت تريانجل بي اي ال. الاس هي ميد بوينت للبي اي، الكي هي ميد بوينت للبي ال، والاو هي ميد بوينت للاي ال. عاطيني انه 3 ميد بوينتس اوف 3 سايدز. عم بيقول لي بدي برهن انه الاي اس كي او ريكتانجل. طيب نحن نعرف انه الريكتانجل فيه برهن باراليلوغرام مع 1 رايت انجل، فهون اذا برهن انه ASK او باراليلوغرام وعند الA 19 حلت المشكله. فيعني هلا تفكيري انه الA واضحه انه رايت لانه هو عاطيني اياه جيفن، ففي انا برهن الA، يعني ركز انه برهن الASK او الASK او مزبوط انه هو باراليلوغرام بيمشي الحال معي. طيب بتطلع انا ما الاس هي ميد بوينت للبي اي والكي هي ميد بوينت للبي ال، صار الاس كي والاي او عفوا الاس كي والاي ال بارلل، والاس كي هو نص الاي ال. طيب ما الاي او هو نص الاي ال، يعني شو بيصير؟ الاس كي بيساوي الاي او. طيب هو بارلل ايكوال صار بارللوجرام و1 رايت انجل يعني صار ريكتانجل. فبيجي هون شو بكتب؟ بقول in triangle ASKO we have اول شيء عفوا ان triangle انا غلطت هون بسيطه BAL we have طيب عند ال S is midpoint of PA. K is midpoint of PL. يعني then by midpoint theorem we have شو عندي انه ال SK parallel لل AL and SK عفوا SK equal AL over 2. هلا بقول انا انه but O is midpoint of AL. طيب شو صار عندي هون؟ إذا الـ O هي ميد بوينت للـ AL، صار عندي إنه الـ SK
parallel لل AO اللي هو ذاته أصلا، يعني ال AL ما هو elongation لل AO and SK equal AO. طيب شو صار ال quadrilateral هون؟ parallelogram. يعني then ASKO is parallelogram. طيب but SAO equal 90 degree given. Therefore, هذا part A. بعد في part B. Therefore, ASKO is rectangle. طيب هذا بالنسبة لpart A. هلا في عندي part B عن الأريا. طيب شو عم بيقول لي بالاريا؟ انه بدي برهن بالبارت بي ها بارت اي، بدي برهن انه الاريا لل اي اس كي او هي سم للارياز اوف بي اس كي اند كي او ال. طيب اذا بنلاحظ انه هول الاثنين ترينجل مع هاري ترينجل هن بشكلوا الترينجل بي اي ال باكمله، فانا يا بطلع كل واحدة منهم وبفرجي انه بيساوي جمعهم، يعني انه الاريا للريكتانجل ASKO بيساوي جمع الارياز للتريانجلز، يا اما في برهن بطريقة تانية انه برهن انه الاريا لل ASKO هو نص الاريا لل PAL. ما اذا هو نصهم يعني قدي بقى بقيلهم هو ديك الاثنين النص، فبيصيروا أبعد. هلا اي واحدة انا فيي برهن، بس خليني برهن انه لا هن جمعهم، بس انه عم بعطي طبعا مجال انه انا فيي برهن انه الاريا لل ASKO هو نص الاريا لل PAL. طيب خليني اكتب اول شيء القاعده لكل وحده. طيب شو الاريا للريكتانجل؟ length times width، يعني الاريا لل ASKO في يقول SK times KO، في يقول AS يعني SA times AO، في يقول أي length وأي width. بس أنا بحاول نقي لأخفف عن حالي، بحاول نقي شيء مشترك. يعني أنا بدي طلع الأريا لل PSK، طب بستخدم ال SK كونه هو سايد مشترك، فبيجي بياخد باللينث إنه ال SK times. كمان هون ال KO بنقيها لأنه مشتركة مع ال triangle KOL، فبيجي بقول SK times KO. طيب ال area لل PSK هيدا عندي يا right triangle أنا، ليه؟ لأنه ال ASKO rectangle، فهي 90 يعني هي 90. لما يكون عندي right triangle بيصيروا edges the right angle هن height و base على بعض، يعني في يقول أنا أنه PS times ال SK over 2. طيب ال area لل KOL نفس المبدأ، KO times OL over 2. طيب بحاول هلا أنا ما معي طول كل واحدة منهم، بس بحاول أقرب لهن مثل بعض. طيب هون مثلا ال SK وال SK مثل بعض، KO والKO مثل بعض. طب ال PS إذا بتطلع شو هو؟ طب ال PS مش بيساوي ال SA وال SA لأنه midpoint، وال SA بتساوي KO لأنه opposite size of rectangle. طب معناتها ال PS والKO قد بعض، فأنا قادر أكتب هون إنه ال PS أكتب محلها KO. هون شو بيصير عندي؟ KO و SK. وقادر كمان برهن انه ال OL بتساوي OA وال OA بتساوي SK، فال OL بتساوي SK، فانا قادر بدل ال OL ب SK. كمان هون بصير عندي نفس الشيء، بتصير هيدي نص هي وهي نص هي، فهيدي بتصير جمعهم اثنيناتهم، يا
يعني شو بكتب هون انا؟ but ps هيدي equal sa equal ko and ol اللي هي هيدي equal oa equal sk. طيب شو صار عندي هون؟ طيب شو صار فيه يقول هوني انه then الاريا لل PSK بيساوي بدل PS بحط KO and يعني بمعنى تاني الاريا لل A S K O over 2 وهون الاريا لل K O L شو بيساوي كمان بدل ال O L حط S K يعني K O times S K over 2 فبتساوي الاريا لل AS KO over 2 يعني therefore إذا هي نص ال يعني هي نص ال area للريكتانجل وهي نص ال area للريكتانجل فمعناتها هاي دي بتساوي جمع الاثنين يعني therefore ال area لل AS KO بتساوي خلينا نختصر عشان معش في وسعة PSK plus the area لل KOL. هيك أنا بكون برهنت إنه ال area لل rectangle ASKO بتساوي جمع ال areas لهول ال triangles الصغار. هذا اللي بدنا نحله اليوم ويعطيكم ألف عافية.